What are the realities, aspirations, and challenges of rural youth in dryland areas? Over 100 in-depth interviews were conducted with young men and women from rural areas to obtain their perspectives. كلشي دا تقع كلشي دا السواق دا كلشي دا داك الساعة كلشي دا تقع وانفع غير بزاف لا وانفع غير حشاغ مشور حشاغ السنا يزري غوري يخا مشور حشاغ المال هذا سنداوي غير تشن يزري غوري يخا كاين دغي سيخ فين ودغي لكن نيخ المعاونات في الميزار دا ديك تغيما الحال بزاف لكن ما خاو دا تغادو راس نداوي او نتني هي المساكين كاع يبعد اسنو بريد ملوق نيت في دغي مثلا انا راس نداوي خسار خاصو ناغوري لاش هاد غدا يسيت في الفنان صرا ونيت ناس نطرع شويه في المعاونات لا تخمم باين نغدا ديك تخمم يوميا على حقاش تغنى دا تكيرا سامي دا تعاود صافي دا توحال نتمنى بغا دوخش المدينة نغد ألاف غنك الخدمة نغد إيوا نتمنى الخير إن شاء الله واش مي الخطا غوري بعد نتاخ المدارس بزاف كي نجح غير الإعدادي ولكن نورو في خميدي التعاون نتا في داد هادشي من الخطا غورين والو الإمكانيات غور والو ما إذا خيت التعاون والو التوجيه أيا خي جانا نفغنيت أيا خي نقيمة مازيرت أنت فلاح تاي غور خلاني تمازيرت غور اش لي دروس غور حيت مازال عشان شويه تبطح هنا يدير لنا يدي قيمان الفيضانه تخيس ببني ويا توبيت نعاري اي يدي جانب بزاف نبني هاجر بزاف هاد فرنتا مازيرت ام دانس مديني لو ني دانس اوروبا مشان كاين اقيم حيت مازيرت ورمي خد دو غشا قد قيم حيت مازيرت ينوا تخدم يكون الشباب نرى اني يات الفلاحه عصريه نيتيليات المردوديه اكثر تيليا الانتاج اعدان مثلا الديسيلينت شان تقنيات عصريه يا ضنين ام الكوتا كوتا ام الفيلي ام بزاف الحوايج وكذلك ارد تري المسؤولين ادخل افنيا الحل في اراضي الجموع ما يستفادوا نكوني استفاد نزيد نساهم في تطوير الفلاحه نزيد نسعدوا بزاف الفلاحه انا غير خيدروس يتمازيرت اصلا اني It is important to continue to collect youth aspirations and needs and to include youth as well as smallholder voices in policy discussions and decisions. More research and activities with and for the youth in rural areas is necessary to make agriculture attractive and profitable for youth who remain in their villages.